قصة لسيدة تتعرض ابنتها إلى تهديدات بالفضيحة، لنشاهد. بنتي تعرفت على واحد صاحب محل موبايلات، طبعا متزوج. تعرفت عليه وتقدم لها الزواج، وبالفعل اجى ودق الباب وفهمنا وضعيته بالبيت وشنو السبب اللي يريد يتزوج زوجة ثانية، ووافقنا على الزواج بس بشرط انه يرتب اموره ويا زوجته. مجرد بس قرينا الفاتحة من صارت تطورات عنده بالبيت، انه مشاكل علقت عنده وزادت وهددته بالبنات، اخذت البنات وراحت. فاجاني قال لي هسه صارت مشاكل وخيرتني اذا تزوجت انا اخذ البنات ما اشوفكم وياه. قلت له يابا كل واحد قسمته. الولد راح. ورا فتره بنتي تعرفت على واحد على الفيسبوك، همين تقريبا شهر شهرين طلعت تعرفه، وتحت شخصيته انه هو ضابط، قال انا ضابط من اهل النجف. ورا ما ثقت بهذا الولد صار بيناتهم فتح كاميرات وصور بيناتهم. لما اتضحنا هذا الولد يصير اخو زوجة الولد اللي طلب بنتي، طلعت هي متفقه وياه وماخذه حساب بنتي عبر التليفون زوجها، ومخترقة تليفون بنتي وساحبة صور. ومن هناك الولد أبو النجف هم ندزلها صور، قال هاي وقعت لك يا بعد شو تريدين. البنية دخلت على حساب ابني ودزلت له صور أخته، وأنتم بعد تعرفون شنو أخته. بنية غلطت، بنية نضحك عليها، يعني حتما ولابد راح تصير كارثة، راح تصير عندي جريمة. اللي راد يذبحها بحيث ماكو سكينة ما ضميناها وشتفها، وابني قتلته وطردته على مدصر عندي جريمة كبيرة. بعدين قلت له، قال لي لو تقتليها، لو انا قتلها، لو تشوفي لها حل، هاي البنية ما اريدها. البنية تزوجت، اجى نصيبها وراحت. ردت مرة ثانية البنية، طبت على عمامنا، طبت على ولد عمي، على خوالها، على كل ما غريب قريب انه ما دخلت له ودزت له الصور. بعد كلها قامت تحكي العالم. انا بعد ما تحملت رحت للشرطة المجتمعية، رحت توسلت بيهم، قدمت مناشدة وما قصروا. جابوا البنية وجابوا رجلها وجابوا اخوانها اثنيناتهم. اخوها البنجف اللي ضحك على بنتي قال لهم اي اني غلطت وبسبب اختي، اعترف انه بسبب اخته، يقول كان اتفاق بينه وبين اخته، اعطوا تعهدات انه هم ما يتعرضون ان بعد ولا يبتزون بنتي ولا يبتزون انه. حاليا انا اناشد الشرطة المجتمعية والداخلية المرة الخامسة، لان شفت ماكو اي نتيجة. التجأت للإعلام اني اوصل رسالتي، اوصل رسالتي الاكبر مسؤول بالداخلية والاكبر مسؤول بالشرطة المجتمعية. اني انا ما حصل شيء وبنتي راح ينهجم بيتها، انا اروح وارد للشرطة المجتمعية يقولوا لي مو يمنا، نقلناش للحسينية. زين للحسينية انا ايش عندي بيها؟ خابرنا بالحسينية يقول لي ايه عوفيها خلي تولي على الله. وين اكو واحد بالشرطة المجتمعية يقول لي عوفيها هي والله؟ وين اكو يعني وين القانون؟ لان انا هم نفسيتي تعبة، جيت اشتغل ببيتي معززة مكرمة وعندي ورشة اشتغل بيها مطلعة خبزتي وخبزة جهالي، بعد مكينتي، بعد مكينتي الثانية، بعد غراضي في سبيل اروح كراو واروح بس اريد اخلص من هاي الشغلة مالتي. عيني انا هسه اتجهت للاعلام، اترجاكم رجع نظر لحالتي، نظر لمشكلتي، كل شيء ما اريد، ما اريد حتى تعويض، ما اريد، انا اعرف شلون ادبر حالي، بس تاخذوا لي حقي من هالبنيه لحد الان تهدد. انا همي ما اعرف، يعني هذا امل الوحيد بيكم، املي انه اني اوصل صوتي لكم تسمعوني.